بالنسبه لي النيونيت شابتر نيونيت ما هو الا تجميع الامراض اللي بتحصل في النيونيت اول 28 يوم، يعني الحاجات اللي بتحصل في بلاد زي الانيميا، الهيموراجيك ديزيز، الهيموفيليا والحاجات دي، السي ان اس زي الابنيا، الريسبيراتوري زي الريسبيراتوري ستريس، الماتيوريتي زي البري ماتيوريتي والبوست ماتيوريتي، الجوندس هو موضوع اسمه نيونيتال الجوندس. اذا هي تجميع الامراض اللي بتحصل في بطنه او بتحصل في الاطفال بصفه عامه، ولكن نخص بالذكر اول 28 يوم. تمام. طيب بالنسبه لي اول موضوع اللي في النيونيت هو الريسوسيتيشن، هنأجله دلوقتي. فهنتكلم دلوقتي عن النيونيتال ريفلكسز. يعني ايه كلمه ريفلكس؟ ريفلكس اللي احنا بنعمل ستيميوليشن ينتج عن ريسبونس معين، زي النيورو كنا بنعمل مثلا ستيميوليشن بتاعت ناخد نضرب الهامر على مكان معين، وليكن مثلا في الانكل، في الني، البايسبس، الترايسبس، يظهر لي ريسبونس معين، مايلد كونتراكشن على مستوى المصل، ممكن مثلا فليكشن اكستنشن. يبقى اذا الريفلكس بكل بساطه ما هو الا ستيميوليشن وريسبونس بيحصل في جوه في السي ان اس، بينشا في ايه، في ريفلكس معين، يعني افرنت سنتر، افرنت المصل وهكذا. بس انا عايز اعرف ان بيحصل ستيميوليشن ينتج عن ريسبونس. طيب ليه بنسميها نيونيتال ريفلكس او بريماتيف ريفلكس؟ يعني نخص بالذكر فيها النيونيت بس، يعني اذا الادلت مش موجود فيه الريفلكس دي. بمعنى في ريفلكس من ضمن الريفلكسات دي اسمه الجراس بريفلكس. يعني ايه الجراس بريفلكس؟ انا لو جيت دلوقتي وجيت عند جيت العيل وحطيت له قلم، قلم في ايده، هيعمل ايه؟ هيمسك القلم، هيمسك القلم، هيكلبش في القلم. طيب لو انا جيت واحد ادلت اديت له القلم، هل هو تلقائي ايده هتضم على القلم، هتمسك القلم لوحده؟ يعني انا دلوقتي لو حطيت القلم في ايد اي واحد هيضم ايده على القلم؟ لا. ليه؟ لان النيوتر ريفلكس مش موجوده في الادلت. ليه مش موجوده في الادلت؟ لان في عندنا حاجه اسمها السيروبرال كورتكس. السيروبرال كورتكس هي دي المسؤوله عن السبريشن او الانهيبيشن بتاع النيونيتال ريفلكس. بمعنى النيونيتال ريفلكس اي ريفلكس بصفه عامه بيبقى له سنتر. السنتر بتاع النيونيتال ريفلكس هو السب كورتيكال اريا، يعني من اسمها سب كورتيكال اريا، يعني الاناتوم بتاعها موجوده تحت الكورتكس. زي مين؟ زي البرين ستيم، زي السباينال كورد، زي الثالامس، السب ثالامس، الحاجات دي بتقع تحت السيريبرال كورتكس، بنسموها سب كورتيكال ارياز. هي دي المسؤوله عن احداث الريسبونس بتاع مين؟ هي دي السنترز بتاعت النيونيت ريفلكس. السيريبرال كورتكس بتاعت الانفانت، بتاعت النيونيت، بتبقى لسه نوت ويل ديفلوبد، بتبقى لسه نوت ماتيور انف. فما بتقدرش تعمل تثبيط، ما تقدرش تعمل انهيبيشن للريفلكسات دي. فالريفلكسز دي بتستمر الى ان يحصل ماتيوريشن للسيروبرال كورتكس المسؤوله عن الانهيبيشن. اذا في الادلت مش موجوده. ليه؟ نتيجه السيروبرال كورتكس حصل لها ديفلوبمنت ماتيوريشن فعملت انهيبيشن للسب كورتيكال اريا، فالريفلكس مش ظاهر. في بعض الامراض زي الفرونتال لوب تيومر بتدمر السيريبرال كورتكس، فالانهيبيشن اللي كان موجود بيفقد، لوس اوف انهيبيشن او لوس اوف سبريشن. فالنيونيت ريفلكس بيحصل لها ايه؟ ري ابييرنس اوف بريماتيف او نيونيتال ريفلكسز. يعني بكل بساطه هي دي السنتر بتاع السب كورتيكال اريا بيتبعت له سبريشن امبلس من السيريبرال كورتكس اللي بتاخد وقت شويه في الطفل على ما يحصل لها ديفلوبمنت. طيب انا عايز اعرف كل ريفلكس، عايز اعرف انا بعمله ازاي، بيظهر امتى، بيختفي امتى. طيب نبدا باول واحد، المورو ريفلكس. المورو ريفلكس انا بعمله ازاي؟ الميثود بتاعته انا او الهاو تو اليسيت، يعني ازاي بعمله. انا باجي على الانفانت واشد الملايه من تحته، بشد بلانكت من تحته، او ازعق جنبه، اعمل لاود نويز جنبه، او ارفع راسه 30 درجه واسيبها مره واحده. ايه اللي هيحصل ريسبونس؟ هيحصل اكستنشن وابدكشن، فليكشن وادكشن، بعد كده لو تكرا، يعني هيفرد ايده ويبعدها، اكستنشن ابدكشن، بعد كده يتنيها ويقربها، فليكشن وادكشن، بعد كده يعيط لو تكرا. ماشي. بالنسبه لي الروتينج ريفلكس، الروتينج ريفلكس زي ما قلت كده، انا بزغزغ العين، بعمل له ستيميليشن عند الانجل اوف ماوث. لو انا عملت له ستيميليشن عند الانجل اوف ماوث ناحيه الليفت، بيبدا يحدف الانجل اوف ماوث ناحيه الليفت، اكنه كده اكنه بيضحك، بيحدف الانجل اوف ماوث ناحيه الحته اللي انا بعمل فيها ستيميليشن. لو انا بعمل ستيميليشن على الليفت انجل اوف ماوث، بيحدف الانجل اوف ماوث ناحيه الليفت، يعني بقه بيحدف شويه ناحيه الليفت. طيب السايكلينج ريفلكس، لو انا حطيت صبعي على بقه يبدا يحرك شفايفه وكانه بيرضع، زي البريست اللي هو السايكلينج. طيب هو نفسه لو حط صبعه فوق يبدا ايه، يرضع، دي السايكلينج ريفلكس. طيب في حاجه اسمها الجراس ريفلكس، البالمر والسولر. البالمر والسولر دي ايه؟ يعني لو انا حطيت عملت اللايت تاتش، يعني لو انا جيت مثلا جبت قلم او جبت صبعي او جبت اي حاجه ولمست كف الايد او كف الرجل، يبدا يضم كف ايده او يضم كف رجله بحيث عايز يمسك الحاجه دي، ده اسمه ايه؟ الجراس بريفلكس. يبقى الجراس بريفلكس يعني تشبث،
يعني ايه؟ انا همسك هحط حاجه في ايده او احط حاجه على رجله، يبدا يضم صوابعه عشان يمسك الحاجه دي. الستيبنج ريفلكس، انا همسك العجل وهثبت رجله على الارض، هثبت كف رجله على الارض، فهيبدا ينقل رجله ويحركها اكنه عايز يمشي. يبقى انا بعمله ازاي؟ انا بجيب الطفل واثبت رجله على الارض، اثبت السول اوف فوت على الارض، يبدا ينقل رجله ويشيلها ويحطها وكانه عايز يمشي. ده اسمه الستيبنج ريفلكس. البليسنج ريفلكس، انا هجيب الطفل واخلي في عندنا كف الرجل له ظهر وله كف، يعني له دورزم وسول. الدورزم ده هو ظهر ايه؟ ظهر الرجل. انا هجيب الدورزم او ذا فوت اللي هو ظهر الرجل ده، واخليه يلمس الترابيزه. هجيب ترابيزه وهجيب الطفل واخلي الدورزم اوف ذا فوت يلمس الترابيزه. يقوم الطفل يروح شايل رجله ويعدلها بحيث يخلي السول هو اللي ملامس للترابيزه، وكانه بيقول لي اللي انت بتعمله ده، انت ليه بتخلي الدورزم هو اللي على الترابيزه؟ لا، اعدل لي رجلي وخلي السول هو اللي على الترابيزه. يبقى انا لو انا اسمه ايه البليسنج ريفلكس، انا هخلي الطفل الدورزم اوف ذا فوت يلامس التيبل، يقوم هو يعمل ايه الريسبونس بتاعه، يروح شايل رجله بحيث ان السول اوف ذا فوت يلامس الترابيزه. في حاجه اسمها التونيك نيك ريفلكس والنيك رايتنج ريفلكس، الاثنين زي بعض. انا كل الحكايه بعمل ايه؟ بجيب الطفل اخليه نايم صبيا، يعني ينام على ظهره، بخلي الطفل ينام على ظهره واجي على رقبته والفها مره واحده، اعمل ايه؟ تيرنينج، اعمل تيرنينج للنيك. لو رابد تيرنينج للنيك بنسموه تونيك نيك ريفلكس، لو سلو تيرنينج للنيك بنسموه نيك رايتنج ريفلكس. طيب الريسبونس ايه اللي هيحصل في التونيك نيك ريفلكس؟ انا عملت ايه؟ انا عملت رابيد تيرنينج للنيك، فايه الريسبونس اللي هيظهر؟ يبدا ايه الجسم ينقسم نصين، نص شمال ونص يمين. فرضا ان انا لفيت رقبته ناحيه الشمال، النص الشمال اللي انا لفيت عليه هيحصل فيه اكستنشن، النص الثاني فليكشن. يبقى انا نيمته صبيين، يعني ايه نيمته على ظهره، نمت على ظهره ورحت لافف رقبته ناحيه الشمال مره واحده، ايه اللي هيحصل؟ الناحيه الشمال يحصل فيها اكستنشن والناحيه اليمين يحصل فيها فليكشن. طيب النيك رايتنج ريفلكس، يعني هي نفس الحكايه، بس كل الحكايه بدل ما اعمل رابيد تيرنينج بعمل ايه؟ بعمل سلو تيرنينج للنيك. لما بعمل سلو تيرنينج للنيك يبدا يحرك الترنك معايا، يحرك صدره ويحرك بطنه معايا اكنه عايز ينام على ايه؟ على الجنب ده. طيب في حاجه اسمها اللاند ريفلكس والباراشوت، لما يكون واحد راكب الطياره وينزل من الطياره بيبقى ايه؟ بيبقى راكب باراشوت. ايه الحركه بتاعته وهو نازل؟ قال بيبقى ايه؟ بيبقى منفد، يعني ايه؟ بيبقى عامل اكستنشن للترنك، يعني ظهره مشدود ودراعه ما دراعه ايه متني كده، ورقبته مفروده بحيث ان هو يبقى نازل باتجاه الجاذبيه، بحيث ان بطنه تبقى في اتجاه الجاذبيه وظهره ناحيه السماء، وايه ولابس الباراشوت. تمام، نفس الحكايه، انا هجيب الطفل بحيث اخلي بطنه ناحيه السرير، بطنه ناحيه السرير وظهره ناحيتي، واروح ايه موقعه، يعني هشيله واروح اسيبه مره واحده. ايه اللي هيحصل؟ الطفل هينزل على السرير اكنه لابس باراشوت، هيبدا يعمل اكستنشن للترنك، ويبدا يعمل اكستنشن للنك، ويبدا ينفد كده بوضع الباراشوت اكنه نازل بالايه اكنه نازل بباراشوت. ده اللي بنسموه اللاندو والباراشوت ريفلكس. تمام، عايز اعرف كل واحد بيظهر امتى وبيختفي امتى. دي ارقام يعني للاسف بقى، يعني عشان ام سي كيو كل الحكايه، بس ان معظم الريفلكسات دي بتظهر عند البرس ما عدا التونيك نيك والنيك رايتنج واللاندو براشوت، بيظهروا ايه عند 2 مانس او 6 مانس. ماشي، معظم الريفلكسات دي بتختفي في خلال شهور، ما عدا الستيبنج ريفلكس والبليسنج ريفلكس بتختفي في 6 ويكس. يبقى كلهم شهور ما عدا البليسنج والستيبنج 6 ويكس. طيب انا استفدت ايه من يونيتال ريفلكسز دي؟ استفدت ان احنا قلنا ان السنتر بتاعها هو مين؟ هو ان السب كورتيكال اريا. طيب وقلنا ان السب كورتيكال اريا بعد وقت معين، وليكن مثلا بعد شهرين ثلاثه، يبدا السيريبرال كورتكس يحصل لها ماتيوريشن ديفلوبمنت، وتبدا تثبط من عمل السب كورتيكال اريا، تعمل لها انهيبيشن، تعمل لها سبريشن، ويبدا الريفلكس ده يختفي. يبقى له مكان، له وقت في الظهور وله وقت في الاختفاء. طيب فرضا ان الريفلكس ده من المفترض انه يظهر عند ايه اد بيرث، يعني يظهر ساعه ما الطفل يتولد، يبدا الريفلكس ده يظهر عنده. لقيت ان الريفلكس ده ما ظهرش، يبقى ايه المشكله؟ يبقى السب كورتيكال اريا المسؤوله عن احداث الريفلكس ده ما حصلهاش ايه ديفلوبمنت. السب كورتيكال اريا اللي كانت بتعمل ريفلكس مش مظبوطه، فيها دامج مثلا، فيها دامج، في مشكله في الحته دي، في انفكشن، في تيومر، في اي حته، في اي حاجه في الحته دي خلت السب كورتيكال اريا مش عارفه تعمل الريفلكس، فالريفلكس اتاخر في الظهور، يعني بدل ما يظهر في ادبرس ظهر شهرين ثلاثه.
يبقى تاخر ظهور الريفلكس يدل على ايه؟ الدامج في السبكورتيكال اريا المسؤوله عن هذا الريفلكس. طيب فرضا ان الريفلكس ده من المفترض ان هو هيختفي في خلال 6 شهور نتيجه ان ايه؟ ان السيربكوتي حصل لها ايه؟ ماتيوريشن وديفلوبمنت. طيب قال ايه؟ اتاخر على ما اختفى، يعني مثلا بدل ما يختفي عند 6 شهور اختفى عند 9 شهور او اختفى عند سنه. يبقى اذا السيربرا كورتكس المسؤوله عن السبريشن بتاع الريفلكس هنا ما حصل لهاش ديفلوبمنت، يبقى في مشكله في دامج في السيربرا كورتكس. يبقى لو في مشكله في الظهور يبقى في مشكله في السب كورتيكال اريا، في مشكله في الاختفاء يبقى في مشكله في السيربرا كورتكس. طيب فرضا ان الريسبونس اللي ظهر لي في ناحيه واحده يونيلاترال، ظهر لي في ناحيه واحده، يبقى اذا الناحيه الثانيه فيها مشكله، يبقى ابدا اشوف الناحيه الثانيه فيها ايه. طيب فرضا ان حصل ايه؟ اكساجريشن ريسبونس، يعني ايه؟ الريسبونس اللي ظهر لي اكساجريتد، يبقى في اريتيشن زي مثلا توكسنز، زي مننجايتس، زي تيومر، في اريتيشن في الحته دي، ابدا ايه؟ ابص عليه بالسي تي والام ار اي والحاجات دي، ابدا اشخص. ماشي. في حاجه كمان اسمها جيستيشنال ايدج، جيستيشنال ايدج في بعض الريفلكسات بتظهر انترا يوتراين، بعرف فيها عمر الجنين انترا يوتراين، زي مثلا المورو ريفلكس بيظهر عند 28 ويك انتر يوتراين، اعرف بقى ان الادم ظهر يبقى الطفل ده اكبر من 28 ايه ويكس، ده اسمه ايه؟ ديترمينيشن اوف جيستيشنال ايج. يبقى السيجنيفيكانس او الايه الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه النيونيتال ريفلكس لو اتاخر في الظهور يبقى في مشكله في السب كورتيك اريا، اتاخر في الاختفاء يبقى في مشكله في السيربر كورتكس، ظهر على ناحيه واحده يبقى في مشكله في الناحيه الثانيه، ظهر اكساجريتد يبقى في سي ان اس اريتيشن. طيب اعرف كمان الجيستيشنال ايج. ماشي. في موضوع اسمه البيرث انجريز، البيرث انجريز ده ايه؟ الدمج اللي بيحصل لايه؟ للبيبي وهو ايه؟ بيتولد. ماشي. في عندنا البري ديسبوزنج فاكتور، يعني ايه اللي يخلي الطفل ده اكثر عرضه من غيره ان يحصل له بيرث انجري؟ هم 4 حاجات، حاجتين لهم علاقه بالطفل، حاجه لها علاقه بالدكتور، وحاجه لها علاقه بالولاده نفسها. حاجه لها علاقه بالطفل نفسه، الماكروسوميا او اللارج سايز دي بيبي، يعني الولد ده راسه كبيره، انا بتكلم عن ولاده طبيعيه ناتشرال، يعني نازل من البيرث كانال، فالواد ده راسه كبيره لارج سايز بيبي ماكروسوميا براسين، فهو نازل اتحشر فحصل له انجري. ماشي. ابنورمال برزنتيشن، يعني ايه ابنورمال برزنتيشن؟ من المفترض ان الولاده الطبيعيه الواد بينزل براسه، اسمها الفيرتكس برزنتيشن، يبقى فيرتكس برزنتيشن ده الايه؟ ده النورمال برزنتيشن. طب فرضا انه نزل بمكان تاني غير راسه، يعني نزل مثلا بالمؤخره، نزل بالبطق بتاعته، بنسموها البريتش برزنتيشن، فبيسموه الاب نورمال برزنتيشن، لان من المفترض انه ينزل براسه، لا الواد ده نازل ايه؟ نازل بالمؤخره بتاعته اللي ايه؟ البريتش برزنتيشن، برضه هو نازل اتحشر. طيب حاجه لها علاقه بالدكتور، الانسترومنتال دليفري، الدكتور بيستخدم ادوات معينه عشان يولده، الادوات دي عملته انجري، دكتور غشيم شويه، فورسبس، الفورسبس اللي بيستخدمه عمل انجري في دماغه. ماشي. برولونجد او اوبستراكتد ليفر، الولاده متعسره وطويله، ممكن تعمل هايبوكسيا، ممكن تعمل اسفيكسيا للبيبي. ماشي. التايبس اوف بيرث انجري، ممكن تحصل حاجه في الدماغ اسمها كرينيال انجري، حاجه في النيرف الاعصاب النيرف انجري، حاجه في العظم البون، حاجه في السوفت تيشو اللي هو الفيزرا والماسلز والحاجات دي. طيب اول حاجه الدماغ نفسها الكرينيال انجري، انا بقصد بالدماغ هنا المخ وما يحيط به، يعني المخ من جوه ممكن يحصل فيه هيموريج، انتراكرينيال هيموريج، ما يحيط به السكال نفسها ممكن يحصل فيها فراكشر. طيب ما يحيط بهم كلهم فروه الراس السكالب، يبقى اذا الكرينيال انجريز هنقسمها ل3 حاجات، السكالب انجري والسكال فراكشر والانترا كرينيال هيمورج. طيب السكالب انجري هنقسمها هي كمان ل3 حاجات، الكابوت ساكسيدينم والكفال هيماتوما والسب جلايل هيماتوما. بس انا عايز اعرف السكالب ده عباره عن ايه؟ فروه الراس قال لك الاناتوم بتاعها بتتكون من 5 لاير، وال5 لاير متجمعين في كلمه سكالب، الاس سكن والسي كونكتد تيشو والاي ابونيروزس او اسمها الجلايا ابونيروتيكا، ده التندون بتاع المصل اللي اسمها اوكسيبيتال فرونتالز مصل، والال لوس اريولار تيشو، والبي بريوستيم، البريوستيم لازق على العظم، والعظم بتاع السكال مش عظمه واحده، لا ده في فرونتال، في بارايتال، في اوكسيبيتال، في عظم ايه اكتر من عظمه، وكل عظمه مفصول عن الثانيه باطراف مسننه كده بنسميها السيوتشر، يعني كل عظم مفصول عن الثاني بايه؟ بالسيوتشر. في عندنا بقى في كورونال سيوتشر، ساجيتال لامدويد سيوتشر. طيب وكمان مكان التقاء العظم ببعضه بيتكون لي ميمبرين، الميمبرين ده بنسموه الفونتانيل، يعني مكان التقاء الفرونتال مع التو بارايتال بنسموها ايه؟ الانتيريو فونتانيل، حته كده ميمبرين لسه ما لحمش ولسه ما عملش عظم بنسموها انتيريو فونتانيل، وورا فيها بوستيريو فونتانيل، حته ميمبرين في مكان التقاء العظام ببعضها البعض. طيب السكالبليشن احنا قلنا فيه هما 3 حاجات، الكاوت والكيفال هيماتوما والساب جلايل هيماتوما. عايز اعرف
في كل واحد فيهم عايز اعرف ايه حوالي 8 حاجات بنخسرهم في كلمه ايه نوز كافت ان نيتشر والاو اونست والاس سايت والاكستنت والكونسستنسي والاسوشيتد فيتشرز والفيت والتريتمنت. ماشي الكابوت ساكسيدينا هنحكي قصته. الكابوت ساكسيدينا عباره عن ايه؟ الطفل وهو نازل دماغه اتحشرت. الطفل وهو نازل في البيرث كانال دماغه اتحشرت. لما دماغه اتحشرت السكالب فيه فين، في اورده، في فين، والفين ده فينس ريتيرن. قال لك لما دماغه اتحشرت حصل فينس اوبستراكشن، حصل فينس اوبستراكشن زود الهايدروستاتيك بريشر فرشحت ميه ورشحت دم في الانترستيشن، اصبح الميه طلعت من في الجاب اللي ما بين اوديثيليال سيلز ورشحت في الانترستيشال تيشو فعمل لي اديمه وشويه دم طلعوا معاها، فقال لك تجمع دموي وتجمع ميه بنسموه السيرو سانجينس كولكشن. ده بيحصل على مستوى اللير رقم 2 في السكالب. ايه اللير رقم 2؟ الكونكتد تيشو. طيب هذا التجمع ده بيبقى في مكان معين في السكال، يعني مثلا في الفرنتال والبرايتال والاماكن التانيه بس ما بيجيش فيها، لا راسه كلها اتحشرت، فالميه اللي اتجمعت تتجمع في راسه كلها، يبقى انزل الوقت كله هيجي ايه مبقلص كده، يعني راسه كلها فيها ايه فيها ميه، يبقى الاديمه تبقى ديفيوز على مستوى راسه كلها. في حاجه كان في حاجه اسمها السوتشر، السوتشر دي كانت بتفصل العظم عن بعضه. طيب هل دلوقتي ايه الميه اللي اتجمعت دي اتجمعت في اللي رقم كام؟ رقم 2 الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو بعيده كل البعد عن السيوتشر لان السيوتشر دي بتفصل العظم على بعضه، والعظم هو اللي رقم 5 أو 6، اما الميه اللي جمعت في اللي رقم 2. اذا الميه اللي جمعت اللي هو سيرو سانجينس كوليكشن في اللي رقم 2 بعيده عن السيوتشر فبتبقى ديفيوز. هنعرف دلوقتي ليه الكلام ده. طيب ده بتحصل امتى؟ بتحصل ات بيرث، يعني وهو بيتولد الميه بتتجمع، ميه بتجمع. يبقى تاني كده الكابوس ساكسيدينا هو عباره النيتشر بتاعه هو سيرو سانجينس، تجمع ميه وتجمع دم. السيروس يعني ميه وسانجينس يعني دم. طيب في موجود في السب كوتينيس كونكتيف تيشو. طيب الانس بتاعه اميديتلي ات بيرث، يعني هو بيتولد يحصل له التجمع ده. طيب السايت في البريزنتنج بارت، يعني هو نازل براسه، نازل براسه هيحصل ايه تجمع في راسه. الاكستنت ديفيوز ليه؟ لان هو قال لك ايه كروس السيوتشر لاين، يعني هو في اللير رقم 2 والسيوتشر موجوده في اللير رقم 6، يبقى اذا هو محوط العظم كله، محوط ايه بعيد عن السيوتشر. السيوتشر مش بتفصله، مش بتفصل الميه، تمام، لان الراس كلها اتحشرت. لما راس كلها اتحشرت الميه اتجمعت في راسه كلها فتبقى ايه ديفيوز. كونسيستنسي بما انه عباره عن ميه بتبقى سوفت، ميه وشويه دم بسيط بتبقى سوفت. ماشي الاسوشيتد فيتشر ممكن يبقى فيه اكيموزس. الفيت قال لك هيخف في خلال ايام لوحده. التريتمنت نو تريتمنت. طيب نختصر كلمه كابوت ساكسيدينا في كلمه كابوت، السي هما اتنين سي، سي كروس السيوتشر والكونسيستنسي سوفت، الاي ادبرس والبي موجوده في البريزنتنج بارت، واليو يوجوالي اد دايز، والتي نو تريتمنت. طيب تاني حاجه الكيفالي هيماتوما. الكيفالي هيماتوما قال لك الطفل اللي بعد ما اتولد اتخبط، بعد ما اتولد ونزل اتخبط، او وهو نازل الدكتور مثلا استخدم الفورسبس، استخدم اداه جراحيه معينه فعملت له انجري في مكان معين في راسه. يبقى اذا الانجري الخبطه اللي هتيجي هتيجي في مكان معين، يعني ممكن تيجي في الفرنتال، ممكن تيجي في البرايتال، ممكن تيجي في الاوكسيبيتال، يعني مش هتيجي في راسه كلها اكيد. مثلا الدكتور مش حمار او كده عشان يمسك الحاجه اللي في ايده مثلا ويقعد يخبط في راسه كلها، تمام، او اكيد مثلا مش بعد ما نزل الطفل اتخبط في مكان معين في راسه انا هكمل عليه واكمل له على راسه كلها، لا يبقى الخبطه بتيجي في مكان معين. الكفال هيماتوما، طيب بما ان هو الخبطه تبقى شديده فتعمل ايه دامج للبلافسل، تعمل ايه رابتشر للبلافسل، تمام، تطلع البسيس تتكسر فتديني هيموريش. يبقى هنا تجمع دم، هنا كان تجمع ميه وشويه دم، اما هنا تجمع بيور بلاد هيموريش. طيب طيب بيحصل على مستوى ايه؟ على مستوى الصب بريوستيال لاير تحت طبقه البريوستيم، يعني فوق العظم على طول. الهيماتوما اللي بتتكون او الهيموريج اللي بيتكون فوق العظم على طول. طيب هل هو قريب من السيوتشر ولا بعيد عن السيوتشر؟ لا قريب من السيوتشر، فالسيوتشر هتعمل كحواجز تمنع انتشار الهيماتوما دي، يعني الهيماتوما دي هتتكون على العظمه المخبوطه بس، يعني العظمه اللي اتخبطت الفرنتال، فالهيماتوما اللي هتتكون في الفرنتال بس. تيجي تعدي تروح برايتال تلاقي السيوتشر واقفلها، تعمل ايه بريفنت السبريد اوف هيماتوما. يبقى اذا هنا الهيموريج هيبقى ايه لوكالايزد. يبقى نقول تاني الكفاية هيماتوما النيتشر بتاعه هو هيموراجيك عباره عن دم. طب سب بيريوستيال موجود في السب بيريوستيال لاير. طيب الانس بتاعه فيو اورز افتر بيرث، يعني بعد ما الولد اتولد على ما الهيماتوما اتكونت او على ما اتخبط تقعد ايه وقت شويه فيو اورز. طيب السايت موجوده في اي عظمه؟ ممكن تبقى في الفرنتال في البرايتال على حسب المكان المخبوط، على حسب المكان المخبوط. الاكستنت لوكالايزد ليه؟ لان انا خبطت في مكان معين او لان عشان السيوتشر بتمنع السبريد،
ماشي. الكونسستنسي بما ان هي هيماتوما فيها فايبرين فيها كوجريش فاكتور هتتجلط، الجلطه دي بتبقى ايه؟ بتبقى ناشفه فيرم. طيب الاسوشيتد فيتشر ممكن الخبطه تبقى شديده قوي تكسر للعظمه تعمل سكال فراكشر، بما ان هو فقد دم يحصل انيميا. طيب بما ان الار بي سيز بتتكسر يحصل يطلع منها الاندايركت بيليروبين فبتعمل لي الانكونجيوجيتد هايبر بيليروبينيميا او الجوندس، ده في تسجيل لوحده. الفيت هي بتخف في خلال اسابيع، التانية كانت خلال ايام، اما دي خلال اسابيع. ليه؟ لان في ممكن يحصل انفكشن، ممكن يحصل كالسيفيكيشن، ممكن يحصل اوستيفيكيشن، فعلى ما تخف الحاجات دي بتاخد وقت. التريتمنت بما ان عنده انيميا انقل له دم بلا ترانسفيجن، عنده جوندس علاج الجوندس الفوتوثيرابي والاكستشينج ترانسفيجن ده في تسجيل لوحده. الانفكشن اديله انتي بايوتيك. طيب هل دلوقتي بما ان في دم اخش اسحبه، اخش بسرنج او كامر كده اسحب الدم ده؟ لا، ما اعملش انسجن، ما اعملش فتحه في الجلد. ليه؟ لان لو عملت انسجن، لو عملت فتحه في الجلد، الفتحه دي هتخش منها البكتيريا وتعمل لي سكندري بكتيريال انفكشن، هعرض الطفل ده للانفكشن. يبقى طب فرضا ان هو جاي اوريدي بابسس او اوريدي بانفكشن، يبقى انا مضطر اسفا ان انا اخش ايه واشيل الحاجات دي. يبقى ما اعملش انسجن، ما اعملش درينج الا اذا كان في ابسس. تمام. ثالث حاجه الصب جليهماتوم. الصب جليهماتوم هي عباره عن تجمع من الدم بيحصل في اللير رقم 3 تحت تحت الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه كان اسمها ايه؟ الجلايا ابونوروتيكا، ده التندون بتاع الاوكسيبيتال فرونتاليز مصل. تمام. الدم بيتجمع تحت الجلايا ابونوروتيكا بنسموه سب جلايا ابونوروتيكا بلادي كوليكشن. طيب الجلايا ابونوروتيكا الباوندري بتاعتها، الحدود بتاعتها من فين لفين؟ بتبدا بتمتد من السوبرا اوربيتال ريدج من الحواجب لحد الاوكسيبيت، وتمتد لايه؟ تمتد ايه للاير لاترالي. ماشي. السكال فراكشر العظمه ممكن تكسر، الكسر ممكن يبقى لينير ممكن يبقى ديبريسد. لينير يعني شرخ، العظمتين انفصلوا عن بعض شويه. الديبريسد يعني ايه؟ حته من العظمه سقطت، اكن جبت شاكوش وخبطت راس العيل فحصل ايه؟ فحصل ديبريشن، يعني حته من العظمه راحت ساقطه وغطسانه لجوه. لما غطست لجوه او سقطت لجوه عملت دامج في البرين، عملت ايه؟ فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، بتضرب المرينجيز تضرب البرين فتعمل لي ايه؟ فوكال نيورولوجيكال مانيفيستيشنز. طيب ايه العلاج؟ ببعت لجراح مخ الاعصاب نيورو سيرجري كونسلتيشن، فبيعمل لي ايه؟ بيخش بجراحه مخ الاعصاب بيعمل ايه؟ بيطلع العظمه دي يردها مكانها، بيردها مكانها. تمام. بشخصه ازاي؟ بالاكس راي سي تي ام ار اي. ماشي. الانتراكرينال هيموريج عايز اعرف اسبابه انواعه كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن وتريتمنت. طيب اسبابه هم هنختار كلمه ايه؟ اتش اي تي هات بريماتيور، اتش اي تي بريماتيور. الاتش ممكن يبقى هيموراجيك براد ديزيز زي هيموفيليا سكيرفي، ممكن يبقى ليوكيميا، ممكن يبقى هايبوكسيا، الهايبوكسيا دي عمل فازو دايلاتيشن. طيب في حاجه اسمها هايبوكس، هايبوكسكيميك اسكيميك انكيفالوباسي. طيب ممكن يحصل، ممكن يبقى في هايبرتنشن. طيب الاي، الاي في مالفورميشن، مشكله في البلاط فاس نفسها. طيب ممكن يبقى انيوريزم، الانيوريزم دي حته من الارض تبقى ضعيفه ويك، تبقى لايبل ان هيحصل لها رابتشر. ماشي. التي تروما، يا اما انسترومنت يا اما ادوات الجراحه يا اما الولاده طويله ومتعسره وبستراكتد برونجد ليبر. ماشي. ممكن كمان ايه؟ بريماتيور، لو الطفل ده بريماتيور. ليه؟ لان الليفر بتاعه اماتيور والليفر مسؤول عن تصنيع الكواجيليشن فاكتور. كمان فيتامين كي ستورز بتبقى قليله، فيتامين كي مسؤول عن تصنيع الكواجيليشن فاكتور سبيشالي ال 10 و9 و7 و2. كمان بيبقى عنده الفراجايل بلاد فيسل، فراجايل بلاد فيسل يعني البلاد فيسل بتبقى ايه؟ بتبقى هشه ضعيفه، ممكن باي خبطه ممكن ممكن ايه تفرقع وتطلع ايه تعمل هيموراج. التايبس، قبل ما نقول التايبس، في السكال كنا في الاناتومي بتاعها كان بتتكون من انتيجو فصه وميدل كرينيا فصه وبوستيريو كرينيا فصه. البوستيريو كرينيا فصه كان موجود فيها حاجه اسمها التنتوريوم سيربلاي، كان بيفصل البرين عن السيربلم. اذا كان في سيربلم موجود في ايه؟ موجود في البوستيريو كرينيا فصه، والمخ موجود في الايه؟ في السكال كلها، في السكال كلها. تمام. طيب قال لك ممكن يحصل بقى، وكمان في حاجه اسمها المرنجيز، المرنجيز بت ايه؟ بتغطي البرين اللي هي ايه؟ البايا والاراكنويد والديورا. كان بين كل مرنجيز الثانيه كان في سبيس، مثلا تحت تحت الاركنويد بيسموه سب اركنويد سبيس، تحت الديورا سب ديورال، فوق الديورا ايب ديورال او اكسترا ديورال. ممكن يحصل هيموريج في اي حته في الحتت دي، يعني ممكن انواع الهيموريج على حسب مكانه. يعني ممكن يحصل انتيجو فصه موجود في الانتيريو كرينيا فصه، يعني على مستوى البرين سيربرال هيموريج، على مستوى السب ديورال هيموريج. طيب ممكن يحصل سب اركنويد هيموريج، ممكن يحصل في البوستيريور فصه اللي موجود فيها السيربيلم اللي هو السيربيلر هيموريج، ممكن يحصل في السب ديورال هيموريج. ممكن في حاجه اسمها بقى ايه؟ الجيرمنال ماتريكس. يعني ايه جيرمنال ماتريكس؟ في عندنا حاجه اسمها الفنتريكل، الفنتريكل دي موجود فيها الايبندايمال سيلز والكورويد بلكسس، دي مسؤوله عن تصنيع السي اس اف. تمام. حوالين الايبندايما بنسموه سب ايبندايمال تيشو، السب ايبندايمال تيشو ده بنسميه الجيرمنال ماتريكس. يبقى الجيرمنال ماتريكس هو سب ايبندايمال
برايمال تيشو. دون ايه؟ مسؤول عن الماتيوريشن بتاع النيرفز، وبيبقى فيه فراجايل بلاد فيسل. الفراجايل بلاد فيسل اللي موجوده في الجيرمنال ماتريكس، بما ان الطفل ده اتولد قبل اوانه بريماتيور، فالفراجايل بلاد فيسلز اللي موجوده في الجيرمنال ماتريكس تفرقع وتعمل هيموريج. الهيموريج اللي طلع ده ممكن يخش الفنتريكل نفسها. ما هو الشير من الماتريكس حوالين الفنتريكل، الدم اللي طلع ممكن يخش الفنتريكل ويعمل لي ايه؟ يعمل لي ايه؟ السي اس اف بيبقى مليان بلد، فبنسموه الشير من الماتريكس انترا فنتريكولار هيموريج. طيب الكلينيكال بيكتشر من اسمها انترا كرينيال هيموريج، يعني حاجات هيموريج وحاجات انتر كرينيال. الهيموريج بما انه فقد دم هيحصل له انيميا، يحصل له بدر، يحصل له شوك، بورفيريا مش عارف يرضع. طيب الانترا كرينيال، انترا كرينيال الريفلكس اللي احنا قلناها دي هتفقد، ابسنت ريفلكس. البي يحصل بلج، هو بنقسمها اي بي سي دي، الاي ابسنت ريفلكس، والبي بلج الانتير فونتانيل. الدم اللي طلع ده مال السي اس اف، عمل لي انكريس انتراكين تنشن، فعملت لي ايه؟ كان في حاجه اسمها في ميمبرين في مكان التقاء العظم ببعضه، ميمبرين قدام كده بنسموه الانتير فونتانيل، فايه فهيبظ قدام كده من كتر الدم او من كتر الايه التنشن، تمام، اللي هو الايه هيبظ قدام بلج انتيريو فونتانيل. السي كونفالجن دراوزنس كوما، ممكن يحصل كمان بيسموه هاي بيتش كراي. يعني ايه هاي بيتش كراي؟ الطفل بيعيط وما بينامش. ليه؟ لان الانكريس انتراكين تنشن تعمل له هيديك، تعمل له بلر ديفيجن، هو مش قادر يعبر، مش قادر يقول دماغي بتوجعني، مش قادر يقول عيني مزغلله، مش قادر. بيحصل له كمان البروجكتايل فوميتنج، فالحاجات دي هو بيعبر عنها ايه؟ بالعياط، يعيط كتير، تسمى هاي بيتشد كراي. الام تيجي تقول هو ما بينامش، الام تبقى مثلا مخلفه قبله مثلا اثنين ثلاثه، العيال بتعيط وتسكت، انما ده ما بيعيط ما بيسكتش، بيبقى هاي بيتشد كراي. ماشي. الانفستيجيشن بما انه عنده انيميا اعمله سي بي سي، بما ان في بلاد في السي اس اف ممكن نعمل بلاد اسمها اللامبر بانكتشر بس نوت ريكومندد. طيب بما ان في مشكله في الكواجريشن فاكتور، نعمل ايه؟ البروثرومين تايم والباشر ثرومبولاسين تايم بي تي والبي تي تي. ماشي. ممكن كمان نعمل ايه؟ اكس راي سي تي ام ار اي الترا ساوند، ودي دايجنوستيك. ماشي. التريتمنت سبورت وريهابيليتيشن، يعني يعملوا سبورت، اديه اكسجين، اعملوا سكشن للسكريشن عشان ما يحصلش اسبيريشن، اغذيه، اكله، ادفيه، اعملوا ايه؟ مينيمال هاندلنج، يعني ايه؟ ما حدش يجي ناحيته، يعني ايه؟ ما نركش تشيله وتحط فيه، هو اصلا متلصم مش ناقص، ممكن تشيله والحط ده يعمل له ايه؟ تخبطه وتعمل له هيمرج، اصلا هو مش ناقص اصلا، فايه؟ مينيمال هاندلنج، يبقى سبورت ومينيمال هاندلنج. بنقسمها بعد كده بي وسي ودي. البي بلاد ترانسفيوجن بما انه عنده انيميا فهنقله دم. السي كونفالجن، يبقى اعالج الكونفالجن ايه؟ بالديزبام او الاي في فينوباربيتون، واعالج بالسبب تريتمنت للكوز عن طريق ايه؟ الفيتامين كي، بما ان هو عنده الكواجيشن فاكتور قليله فبدي له فيتامين كي عشان الكواجيشن فاكتور 10 و9 و7 و2. ماشي. الدي هايدريتنج ميجر بما ان هو عنده انكريس انتراكين تنشن بديله دي هايدريتنج ميجرز زي الاي في مانيتول، بس بقول لك كونترافيرشال يعني عليها جدال، في ناس بتقول ندي وناس بتقول ما نديش. ماشي. الفول اب كومبليكيشن، الهيماتومه اللي اتكونت دي ممكن تضغط على مين؟ بالذات اللي موجوده في الجيرمنال ماتريكس، احنا قلنا في الجيرمنال ماتريكس حوالين الفنتركل، الهيموريج اللي اتكون فيها يعمل لي هيماتومه، الهيماتومه تروح افلالي الفنتريكل، الفنتريكل دي موجود فيها سي اس اف، لما تقفل الفنتريكل السي اس اف يتحبس فيعمل ايه؟ فنتريكولار دايلاتيشن، تعمل لي هايدروكيفالس.